أهلا بكم أيها اللطفاء، كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. صورت هذا الفيديو لكي أحكي لكم عن قصة بناء منزلنا، لكن تفاجأت من جمال صوت الطبيعة فقررت أن أترككم مع دردشة الطبيعة، وأنا أضرب لكم موعدا في فيديو آخر لحكاية القصة لاحقا. استمتعوا ولا تنسوا أبدا أنني أحبكم. Mm-hmm.